بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف يوم الحرب إن شاء الله بعد شوي بحساب الثاني طبعا. ممكن ما عندي ذهب أصلا، يعني والله حرام ما عندي ذهب. عندنا متجر رهيب في بيكا، لازم نجيب ذهب، لازم نحاول نجيب ذهب إن شاء الله. أوكي، معركة يوم الحرب، مورطين الشباب لأنه اللي يشاركون بس 27 من 44. نتورط كثير بسبة هل الموضوع شو كيف هذا. لو 7 أيام وكوليدر جيكيلول وجنلول، جيكيلول لوس نو 7 أيام وجفلول جيكيلول، وش هالقبيلة ذي يعني أنا طايح فيها، ما أدري وش القبائل هذول اللي أنا عندنا. جفلول عندنا، جيكيلول هذا مساعد أظن. مفروض جيكيلول ذا المهبول يسوي شيء الجنلول، بس مع انه القائد بيض صراحة. اللي يشوف القائد اللي زي كذا مفروض يحمد ربه انه قاعد بقبيلة فراس، قبيلة عرب فايترز، هذا مفروض يعني. بس ناس عندنا ما تقدر النعمة، ناس عندنا زي ما تعرفون وزي ما تشوفون. أربع فاصل ستة حلو. عندنا دفاعين، زين عندنا كلب حمام ومطاعد، فكرة حلوة. بسم الله. وعندي الهيكل العملاق، ما أعرف، ممكن دفاع ممكن يكون هجوم. خليفة زجانج، أوكي، من وين هذا ما أدري، اسمه خليجي لكن اسم القبيلة خليجي لكن اسمه إسباني. ومبروك ريال مدريد اخذ الدوري الاسباني. اوكي، ممكن نرمي الساحر، الله يستر، بس الله يسترها على الله يلعن ابوه النت، يلعن ابوه. اوكي، عنده هجومين يلعن ام الحالة. اوكي حلو، نحط هجمة منطاد ممتازة. ممكن القنبلة تفجرهم، ممكن ما يحتاج نبي اسهم. حلو ممتاز، مكاسب كبير بهذه الهجمة. نعلم الحالة، عنده منين وعنده فارسات الحمد لله، وعنده هجومين غلم وعملاق ملكي. العلم اللعبة يا شيخ، وكم يا عيال الكلب. فالكري عند منين هنا تكفى الحمد لله، ماتوا. لازم الدفاع اول. كيك الحمى من الجهة الثانية،
ننطلق بسم الله، بعدين منطاد، الله يستر. حلوين حلوين، ضبطت. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. العلم والحالة يا شيخ، العلم والحالة، عملاق وغلم وما أدري كيف، ما أدري كيف ممكن. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، عملاق غلم وممكن بيكا وغلم. أنا لعبت بالحرب قبيلتي بيكا وغلم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ومن هي كل الفوضى هذه؟ يا ساتر، مرة قلق مرة قلق اللحظات الأخيرة، والله على أعصابي على أعصابي يا وسابي، على أعصابي والله قاعد. اوكي، الساحق النجوم، قبيلة عربية، والله يستر الله يستر. خذ تضاحيك الحين، الله يعين الله يعين، بس بنشوف يعني، أمرنا لله. لازم أجمع ذهب عشان البيكا، شو أسوي؟ عندي لاك، غلط كبير اني لعبت الساحر كهرب. ممكن خوف بس من المنطاد، عندي لاج غير طبيعي. الله يستر بس. اوكي، خفتنا من الهياكل، قصدي من ال ايوه، خايف، كنت خايف من الهياكل. الان خايف من المليان، يعني عن حركة الحفار ذي قذرة قذرة جدا. مرة قلق من جد من جد، قلت بقلق والله قلق، خصم قلق خصم قلق. والنت النت عندي زق، عندي زق الحين والله. كيف مو بتو لعب الغيلان وما لعبهم؟ والله اني ما ادري. يا ساتر حلو، كفو 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 كفو، يلعن امه يا شيخ، يلعن امه قلق، يلعن ابو شكله قلق، استغفر الله. بس حركة الحفار ذي مرة مرة رافع ضغطي. يلعب الباولر،
بالو ضيق عليك ليفل 12 يخرب بيتهم. كل شوي طالع لي ذا عن شكله. حلو ممكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ساتر يا ساتر على الملاعين يا شيخ يا ساتر يا ساتر بس يا ساتر على القلق. ما ادري ليش كذا كل خصومي وليفل 12 هالباولر ذا ناشب نشبة حيوان من جد حيوان. 3.6 مرة سريع يعني كان قلق والله والله كان قلق. الباولر ليفل 12 والله ناشب وراه غيلان وراه منين وراه 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 وقدامه حفار وراكبة كبش. يا ليل الليل يا ليل الليل بس على هالخصوم. كان ودي اجمع لكن اعصابي ما تتحمل. ما اتوقع اني اقدر اجمع 600 خلال يوم بهذا الحساب. من شفته اتوقع كم اخذت من هذه المباراة ما ادري. الاعصاب ما تتحمل. الى اللقاء.